مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. الا كنتو اول مره غتشوفوني سلام، كي دايرين؟ انا سميتي ايمان، مرحبا بكم في القناه ديالي. ما تنساوش تشتركوا، كذلك تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد من عندي. كذلك غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا باش تتابعوني عليه. ونبداو دابا في الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نقدم لكم واحد المقشر، هو مقشر في نفس الوقت ماسك للجسم كامل، اللي غادي يهنينا من الحبوب بالنسبه للناس اللي عندهم الحبوب في الظهر في اليدين وكذلك في الرجلين، يعني الحبوب اللي كيكونوا في الجسم، وكذلك بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الشعر تحت الجلد، يعني اغلبيه الناس كيعانيو من هذا المشكل سورتو ملي كنديروا لاسيو ولا الحلاوه من بعد كنوضينا الصبغ تحت من الجلد. يعني هذا المقشر غادي يهنينا من هذا المشكل تماما. كيف كتعرفوا ان ملي كنديروا لاسيو ولا كنحيدوا الشعر ملي كيبغي ينوض، الا لقى الجلده اللي الفوق، يعني الجلده ديال الجسم ديالنا قاصحه، هي فاش ما كيقدرش يخرج وكيرجع يتنا وكيبقى محبوس لداخل. وملي كيتحبس لداخل تما فين كي بعد ما كنوضوا لينا الحبوب في ديك البلاصه، وحبوب اللي هي مؤلمه، يعني ديك البلاصه ما كتبقاش زوينه. هذا الشيء كله المشكل ديالو هو ديك الجلده البليضه اللي كتكون الفوق اللي كتحبس الشعر باش ينوض. الحل ديالها هو التقشير، التقشير الدائم دائم، هو على الاقل جوج مرات في الاسبوع. واهم وقت، يعني الوقت المزيان بعد التقشير هو قبل ما نديرو الحلاوه ولا نزيلو الشعر ديالنا. ضروري الجسم ديالنا يكون مقشر، دايرين ليه تقشير اللي هو عميق، وكذلك مورا ما نزيلو الشعر نبقاو باستمرار، يعني جوج مرات في الاسبوع نديرو التقشير باش الجلده ديالنا تبقى رقيقه، والشعر اللي بغات تنوض دغيا غادي تخرج، يعني ما غاديش يوقع لينا داك المشكل انها تولي تحت من الجلد. المهم كما قلت لكم التقشير مهم جدا. انا كندير المقشر ثلاثه المرات في الاسبوع، يعني كل يومين كندير التقشير للجسم ديالي. ولفتها، والصراحه حاجه زوينه، كيولي البشره ديالك كتولي بيضه، والملمس ديالها ناعم بزاف، وكذلك ما كيكونش الحبوب، يعني حتى لا كان فيكم الحبوب من بعد التقشير مع الاستمرار كيكرم داك الحبوب وكيتحيد، وحتى الاثار ديالو ما كيبقاش، والتصبغات اللي كيكونوا في الجسم ديالنا سورتو في هاد البلايص ديال يعني الكوعين، زعما الركبه ديالنا، العنق بالنسبه للناس اللي عندهم العنق ديالهم كحل، يعني كاع التصبغات اللي كيكونوا في المناطق الحساسه. يعني التقشير كيهنينا من هذا الشيء، التقشير زائد الترطيب، يعني ما نساوش ان من بعد التقشير ضروري ما نرطبوا هذيك البلاصه، يعني باش ما تهيش نخليوها رطبه وصافي. المهم هذا المقشر المكونات ديالو بساط بزاف، ساهلين متوفرين في البيت ديالنا. كيف كنعرفوا ان المقشرات اللي كيتباعوا في المحلات كيكونوا غاليين، ومن غير غاليين ما كيديوش لنا مده طويله، حيت كتعرفوا الجسم يعني راه كيبغي واحد واحد القياس ديال المقشر كيكون كبير، يعني الا شريناه غيقدر يدي لنا 3 حتى 4 حتى 6 المرات كاع، يعني ما غاديش يكفي لنا حتى شهر. من الاحسن اننا نصايبو في الدار، كل مره نصايبو المقشر ديالنا وندخلو زعما نستعملو. غنمشيو دابا نشوفو المكونات ديال المقشر اللي هما بزاف، وكذلك غادي نشوفو طريقه الاستعمال. المكونات ديال هذا المقشر هو عباره عن مقشر وماسك في نفس الوقت. المكونات ديالو بساط متوفره عندنا، والصراحه بالنسبه ليا هو احسن من المقشرات اللي كيتباعوا باثمنه غاليه، يعني كنقدروا نخسروا مبلغ كبير على مقشر وما كيكونش عنده نفس الفعاليه اللي عند هذا المقشر المنزلي. المهم نبداو في المكونات. المكونات بساط، اول حاجه غادي ناخذوا 3 إلى 4 المعالق من السكر، سكر حبيبات، يعني على حساب الجسم ديالنا على حساب شنو يقدنا. انا تقريبا كيقدني 4 المعالق ديال السكر حبيبات. كنضيف عليهم ملعقه من الملح الخشن، هو ملح الطعام، ملعقه بحال هكا. يمكن لكم ديروا 2 معالق ديال الملحه بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من فيهم الحبوب بزاف في البشره ديالهم، انا ملعقه واحده كافيه. دابا هادو المكونات الجافه كيف قلت لكم، درت 4 المعالق
ديال السكر حبيبات، وزدت على ملعقه من الملح، يعني اي ملح، ملح طعام. المكون الجاف الاخر هو الحليب الجاف، تقريبا ملعقه، بحال هكا، دابا سالينا من المكونات الجافه، نحاولوا نخلطوهم مزيان بهذه الطريقه. كنحتاجوا في المكونات، كنحتاجوا الحامضه متوسطه، تقريبا تعطيكم 4 المعالق ديال السائل ديال الحامض. كذلك غنحتاجوا المنظف ديال الجسم، يعني البندوش اللي كتستعملوا العادي ديالكم. انا هنايا غنستعمل هذا، كيعجبني بزاف، ديال افغوشي ديال الكوك، سورتو في الصيف كتعجبني ريحه الكوك. نتوما تقدروا تستعملوا اي باندوش ديالكم، جيل دو دوش، كريم دو دوش، اي واحد. كذلك غتحتاجوا المرطب ديال الجسم، هنا انا استعملت هذا، حتى هو ديال الكوك، هذا ديال افون، صراحه زوين بزاف. الناس اللي كيبغيو المرطب، يعني اللي يعطيهم ترطيب يبقى النهار كامل في الجسم ديالهم، زوين بزاف، كنصحكم به، والريحه ديالو رائعه. كيف قلت لكم غنحتاجوا الكريم. بالنسبه للزيوت، اي زيت ممكن تستعملوه. انا هنايا نستعمل زيت ارغان وزيت الليمون. ممكن تستعملوا زيت زيتون، ممكن تستعملوا زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت ارغان، اي زيت عندكم ممكن لكم تستعملوه. هادو من المكونات، كيف شفتوا بساط بزاف. دابا ملي حطيت المكونات الجافه هنايا، كيف قلت لكم خلطتهم، غادي نضيف عليهم تقريبا ملعقه، يعني عينكم ميزانكم، تقريبا ملعقه من جل الاستحمام ديالكم. كيف قلت لكم، يعني القياس على حسابكم نتوما. المهم في الاخر غنحصلوا على واحد الخليط اللي هو متجانس ويكون ناشف. المهم دابا انا زدت ملعقه من جل الاستحمام، غنزيد كذلك ملعقه من الحليب، بحال هكا، ونحاول نخلط مزيان. كذلك غنستعمل تقريبا ملعقه صغيره من زيت الليمون. كيف قلت لكم راه تقدروا تستعملوا اي زيت عندكم. وغادي نزيد ملعقه صغيره من ارغان، بحال هكا. شفتوا الخليط هنايا، باقا ما ضفتش الحامض كنصحكم انكم تضيفوه حتى الوقت اللي غتبغيو، زعما غتبغيو تدخلوا للحمام ديالكم، يعني باش تعوموا عاد تضيفوا الحامض، حيت الحامض كيذوب هذاك السكر، يعني وحنا بغيناه يبقى خشن. هذاك الشيء علاش غندخلوه معاكم. بحال انا راه عصرت الحامض وخليته هنايا في هذا الكويس، ملي غنبغي ندخل للحمام ديالي عاد غندخل معايا هاد الطاسه وهاد الكويس، عاد غنضيف الحامض للخليط. كيف شفتوا الخليط خصو يكون بحال هكا. حنا نجربوا على هذا الجزء من الجسم، ما كيكونش حرش بزاف، يعني غيألمنا، ولكن شويه. وملي كنديروه للجسم ديالنا، اولا ملي غندخلوا للحمام غادي نفزقوا الجسم ديالنا بالماء اللي هو سخون، ماشي سخون بزاف، يعني دافئ غادي للسخون، الحراره اللي غتحملها الجسم ديالنا باش يتفتحوا المسام، نطلقوا علينا الماء مزيان. من بعد غادي ناخذوا شويه من هذا الخليط، وغادي نبداو نقشروا الجسم ديالنا بحركات دائريه بهذه الطريقه. نبداو بالدراع ديالنا، انا هادشي اللي كندير، وكنبدا نقشر بحال هكا حركات دائريه. صراحه ما نكذبش عليكم، هاد المقشر رائع بزاف، يعني بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الحبوب ومن الشعر اللي كيكون تحت من الجلد، يعني ملي كنديروا لاسيغ، ولا بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالغازوار، بعض المرات كينوض لينا الشعر تحت من الجلد،
وكاين ود لينا واحد الحبوبات اللي هما مؤلمين الصراحه، واحد الحاله كاع ما زوينه كيألم. الا درتو هذا المقشر درتوه تقريبا على الاقل جوج مرات في الاسبوع، بالنسبه لي انا كنديرو ثلاثه المرات يعني كنديرو كل يومين. الا درتو جوج مرات في الاسبوع غتهناو من هذا الشيء، يعني غتهناو كنهضر معكم يعني بصراحه وعن تجربه، غتهناو من الحبوب مع المداومه، الحبوب اللي كيكون في الظهر، الحبوب اللي كيكون في الجسم ديالنا، وكذلك الشعر اللي كيكون تحت من الجلد، وكذلك التصبغات اللي كيكونوا في البشره ديالنا بحال مثلا اللي كيكونوا في الكوعين، اللي كيكونوا في المناطق الحساسه، وكذلك في الركب. يعني غتخلصوا منهم. كيف قلت لكم غتبقاو ديروا تقشير بهالطريقه الجسم ديالكم، يعني تقريبا غير تقشير بحال هكا دغيا، حتى ديروا الخليط ديروه للجسم ديالكم كامل، دهنوا الجسم ديالكم يعني بهالطريقه، تبقاو غاديين. من بعد غادي تسناو تقريبا واحد 10 دقائق، تجلسوا في كريسي في الحمام ديالكم ولا شي حاجه، تسناو واحد 10 دقائق باش هاد المكونات كاملين معاك كتكون سخونيه، والماء دايرين والجسم ديالنا راشين عليه الماء سخون، وهكا كيكونوا المسام محلوله حتى كيتغلغل هاد المكونات كاملين كيدخلوا لنا للجسم ديالنا، والجسم ديالنا كيرطب. من بعد 10 دقائق عاد غادي نديروا تقشير يعني الكامل، عاد غناخذوا الجسم ديالنا وغادي نبداو نقشروه بهالطريقه كامل، يعني الكليشة ديالنا، الرجلين ديالنا، اليدين، العنق، كلشي كلشي. كذلك ممكن استعمالو الوجه، زوين بزاف، ولكن غير الوجه ما تخليوش بزاف، يعني غير تاخذوا واحد شويه بحال هكا وديروا بحركات دائريه على الوجه ديالكم بحال هكا، يعني ما تخليوش فتره، غير ديروا التقشير تقريبا واحد 5 دقائق وبحركات دائريه وخفيفه، يعني بلا ما تضغطوا، وتغسلوا البشره ديالكم، يعني ما تخليوش، ماشي بحال الجسم ديالنا غادي نخليوه 10 دقائق كيف قلت لكم. كنتمنى يكون الشرح ديالي مفهوم. من بعد ملي غديروا التقشير الكامل للجسم ديالكم غادي تغسلوا البشره ديالكم، غتغسلوها بالماء دافئ. من بعد غديروا يعني الصابوناج، غديروا البندوج ديالكم كالعاده، تكملوا الاستحمام ديالكم العادي. كيف شفتوا المقشر المكونات ديالو بساط بساط بزاف، وكيف شرحت يعني الطريقه راه سهله. كنصحكم انكم ديروا جوج مرات في الاسبوع، يعني تكون عندكم عاده بالنسبه للناس اللي باغيين يحصلوا على البشره اللي هي تكون صافيه نقيه ما فيها لا حبوب لا شعر كينوض لهم تحت من الجلد لا تصبغات لا حاجه. يعني احسن حاجه هي العنايه بالبشره ديالنا، نديروا ليها التقشير المستمر وكذلك الترطيب، يعني ضروري ضروري ملي نخرجوا من الدوش ديالنا مورا التقشير ندهنوا الجسم ديالنا كامل بالكريم المفضل ديالنا، رطبوه وغتشوفوا الفرق. يعني من اول استعمال، يعني انا نضمنها لكم، من اول استعمال غتحسوا بواحد الفرق في الملمس ديال البشره ديالكم، كتحسوا بها ناعمه بحال ديال البيبي، وكتحسوا حتى باللون ديالها بدا غادي وكيفتح. الا استمريتوا على هذه الطريقه غير حاولوا ما تكونوش معقدين، غير حاولوا. كنعرفوا ما كيكونش عندنا الوقت بزاف باش اننا نضيعوا بزاف الوقت في الدوش، كنبغيو ندوشوا بالسربه وهكا، ولكن بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يعتنيوا براسهم كنصحكم بانكم على الاقل جوج مرات في الاسبوع تولي عندكم هذه عاده، نقشروا الجسم ديالنا ما غادي يبقى عندنا حتى مشكل، حتى الا ناضت لينا شي حبوبه ولا شي حاجه دغيا كتكرم، دغيا كيحيد لينا لاطراس ديالها، ما كنبقاوش نعاني من المشاكل اللي في البشره ديالنا، كيف ما قلت لكم تولي عندكم عاده. كنتمنى هذا الفيديو يفيدكم، ولا جربتوا هذا المقشر والماسك كنتمنى تكتبوها ليا في الكومونتير وتقول لي الراي ديالكم، انا متاكده انه غيعجبكم بزاف. ما تنساوش كما قلت لكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس، وكذلك تتابعوني على الانستغرام ديالي. Bye bye.